ياسمينة منورانا في مصر اليوم، ازيكم؟ الله يخليكي. قولي لي بقى ايه اللي حمسك تيجي النهارده تتفرجي على فيلم مقسوم؟ اساتذه كبار، ده اول حاجه، انه الفريق العمل خطير، وكمان المزيكا، انا بعشق اي حاجه ليها دعم المزيكا. انت بتحبي المزيكا قوي، ومن اول ما عملتي فيلم سكر ومن بعدها في كذا حاجه فيها مزيكا، فانت شفتي ده ازاي؟ حاسه ان السنه دي كده وشها خير؟ يا ريت انا نفسي جدا اخش في السكه دي، بس انا من وانا صغير يعني قبل التمثيل انا كنت بدرس مسرح غنائي، فانا من وانا صغيره بموت في المزيكا، وبابايا كان بيعزف بيانو 45 سنه، فانا يعني المزيكا كانت دايما حاجه في البيت، وتربيت عليها يعني على الموسيقى الكلاسيكيه وكل يعني كل انواع المزيكا، كل الجانرز، فصراحه اي حاجه ليها دعم المزيكا بتشدني على طول. يعني بتحضري حاجه تاني فيها حاجه ميوزيكال قريب غير سكر ولا؟ انا احب اخش في سكه المزيكا كفيلم او كمشروع عمل، يعني لسه مع يعني في طبعا جزء تاني بتاع سكر، بس نفسي يعني حتى لو عملت ميوزيكلز بس انا تمام، انا بعشق اي حاجه ليها دعم الميوزيكلز. في حاجه لاحظتها انت بتعمليها وهي حلوه قوي، ان انت بتيجي تحضري افلام حتى لو انت مش مشاركه فيها، فليه بتحبي تعملي ده؟ بحب اشجع الناس، ويعني بحب اتفرج على الافلام ايا كان هي ايه وفريق العمل ايه، انا بحب الافلام جدا جدا جدا، وبحاول اثقف نفسي برضو، فمهم يعني ان انا احضر واقابل ناس، ويعني اتحط في موقف انا مش متعوده عليها. مين بالنسبه لك رول موديل في الممثلين؟ مين بتحسي اللي هو نفسك؟ انا هند صبري، يعني يا جماعه ان صبري بالنسبه لي يعني نمبر 1 انا بموت فيها وبحترمها بشكل غير طبيعي، وان شاء الله نشتغل تاني وتاني مع بعض، فانا بالنسبه لي هند صبري، وطبعا منى زكي، يعني انا بشتغل مع منى زكي جدا جدا جدا، ان شاء الله يمكن السنه دي ما نعرفش، مش عارفه ايه اللي مكتوب، بس ان شاء الله يعني اشتغل معاها، لان انا من صغيره نفسي جدا ان شاء الله. في حاجه بتشتغلي فيها في رمضان ولا لسه؟ في، بس لسه للاسف مش عارف اقول عشان بلاش فضايح، عايزين نكمل، عايزين نشتغل، بس هتعرفوا قريب جدا جدا جدا، احنا لسه في يعني هنبتدي تصوير قريب يعني ان شاء الله. ثاني ما في حاجه مثلا جديده بتحضر لها غير سكر؟ في بحضر كام بروجكتس برضو، ما اقدرش اقول قوي، بس حاجات جديده، ما انا ما هقول لك ما هتعرفوا كده كده، بس عندي مسلسل بشتغل عليه ان شاء الله، يعني نعمله، وفي كذا حاجه في يعني لسه في الكتابه، وانا بحب اخش من الاول قوي، بحس ان دي بجد يعني من اكبر الحاجات، من اكتر الحاجات اللي بحبها، انا نفسي اكتب ونفسي اخرج ونفسي انتج، عايزه اثقف نفسي برضه في الحاجات في الحته دي، واتعلم حاجات جديده، فنبتدي واخش من الكتابه، يعني دي بالنسبه لي حاجه that really excites me. يعني احساسك ايه وانت داخله تتفرجي على فيلم تسعيناتي؟ انا بعشق اي حاجه ليها دعوه بالتسعينات. انا بس عشان اقول لكم، عشان مامي معلش هتزعل مني، الجاكيت بتاع مامي والتوب بتاع مامي والشنطه بتاعت مامي، فاشكرك يا حبيبه قلبي، انا كده كده اي حاجه بلبسها طالعه من دولاب ماما، يعني ما فيش، فيعني ربنا يخلي، يعني بجد ربنا يخليها. ف لا متحمسه، انا بحب التسعينات جدا جدا جدا، بحب مزيكه التسعينات وافلام التسعينات ولبس التسعينات، احنا اصلا جينا ريسايكل كل حاجه، احنا يعني سرقنا كل الحاجات وعملناها بطريقتنا. بس ده حقيقي، نورتيني يا ياسمينة، شكرا، نورك، ميرسي.